وتعهدت القيادة العسكرية لمحور علب باستمرار النضال حتى إسقاط المشروع الانقلابي لميليشيا الحوثي. وقال قائد المحور العميد ياسر مجلي خلال إيقاد الشعلة أن أحياء هذه الذكرى العظيمة بمثابة تجديد العهد والوفاء لدماء الشهداء الذين ضحوا بدمائهم الزكية من أجل الثورة والجمهورية. 20 سبتمبر ونقول لهم بان هذه بان هذا العيد باذن الله باذن الله انه عيدنا الدائم وسنحرر اليمن من الاماميه باذن الله ان شاء الله ان شاء الله بالروح ان شاء الله فريق يا يمن بالروح بالدم فريق يا يمن. بمناسبة هذا اليوم يوم 26 سبتمبر اليوم الذي يفتخر به كل ابناء الشعب اليمني والذي ضحت فيه جماجم ولا زالت منذ أن يوم 26 سبتمبر 1962 إلى يومنا هذا ستظل الاحتفالات وإلى ما بعد بإذن الله مهما حاول المندس كلما غاب وغطس لها اليوم من فوق 50 عام ولا زال يثير النعرات.